الصليب يربطنا، يشدنا من الألم، من الموت إلى الحياة، إلى النصر، إلى الظفر، إلى الفرح. في حياتنا كلنا نشق، نتعب، نجاهد، نسعى أن نكون في أمان وفي طمأنينة وفي سلام. ومهما كثرت الصعوبات، إن كان على صعيد حياتنا الشخصية الفردية أو العائلية أو في المجتمع أو في البلد أو الظروف التي نحياها، فنحن الصليب بالنسبة إلينا هو رمز الخلاص وهو رمز الفرح والقيامة.